إذن هذه الأمم التي عاشت في فلسطين، نقف عندها ثم نرجع إليها. فلسطين هذه عبارة عن بلد صغير وليس بالكبير، إقليم صغير، يعني لو قيس مساحتها تقريبا أقل من ثلث مساحة عمان، فمساحتها الإجمالية 27,000 كيلومتر من بلاد من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها البحر إلى غربها الأردن، وتحدها عدة بلدان اليوم: لبنان وسوريا من الشمال والشرق، والأردن والبحر اللي هو خليج العقبة جنوبا، وبلاد مصر، بلاد مصر، ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط. فلسطين قبل الاستعمار الحديث كانت أكبر مساحتها من اليوم، تشمل بعض أراضي ما يسمى بالأردن، الأردن وفلسطين الحالية، وبعض بلاد ما يسمى بالسعودية، لأن السعودية امتدت في جغرافيتها حتى وصلت إلى خليج العقبة. هذه الأراضي التي على خليج العقبة كانت تتبع فلسطين في العصور الماضية وحتى العصور الإسلامية، لأن إقليم فلسطين في العصور الإسلامية كان فيه والي من قبل الدولة الإسلامية من عهد الفاروق عمر عند افتتاحها، حتى سقوط فلسطين في أيدي المدمرين الغربيين ببريطانيا التي استولت عليها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدأت بتنفيذ وعد بلفور المعروف لديكم، وهو أن تكون فلسطين دولة لليهود. هذا فلسطين تتكون من عدة مدن، وكل مدنها تاريخية قديمة، لا توجد يكاد مدينة أنشئت في العصور الحديثة إلا مدينة تسمى الرملة، يعني بدأنا من حيفا وعكا واللد وبلاد القدس، نفس المدينة القدس وغزة وغيرها، هذه البلدان وطول كرم وطبرية، هذه المدن كلها قديمة ولها تاريخ عريق قبل أن تقوم الحضارات، كان بعضها الحضارات المعاصرة، إلا مدينة الرملة فهي مدينة حديثة أسسها الأمويون لتكون مركزا لجند بلاد فلسطين أو بلاد الشام في الجهة هذه، وهي مدينة عامرة. وكل فلسطين بلاد زراعية خضراء، نعرفكم بعضنا اطلع عليها من خلال الصور أو لا، لأنها بلاد خصبة فيها المياه وتربتها خصبة، معظم تربتها خصبة، ولا توجد بها كثير من المنحدرات والجبال إلا في مدينة القدس، فيها هناك بعض المناطق الجبلية، وإلا فهي عبارة عن أراضي مستوية وزراعية، وفيها من المياه الكثير. أكبر مصدر للماء فيها هي بحيرة طبرية، وقريبة منها مدينة طبرية، ومعروف طبرية هذه يعني عبارة عن مصب أنهار تأتي إليها من بلاد سوريا ولبنان، وبعض المياه القريبة منها، ومسيطرة عليها اليوم الدولة الصهيونية سيطرة تامة، لا تسمح لجارتها الأردن أن تأخذ منها شيئا، بل إن نهر الأردن يصب فيها وهي مسيطرة عليه، وحتى قال وعظهم ووصف أن الصاعد لو صعد مرتفعا أعلى فلسطين يعرف الخط الفاصل بين الأردن وفلسطين من خلال الخضرة والغبرة، يعني أراضي فلسطين أراضي زراعية جميلة باهية من كثرة المياه التي فيها، بينما الأراضي الأردنية قليلة الزراعة. فإذا أرض فلسطين المتبقية اليوم هي أرض خصبة، وفيها كثير جدا من الخيرات التي ينعم بها اليوم أعداء الله المستعمرين أو هؤلاء المتجنسين أو هؤلاء الذين سيطروا على فلسطين وتسموا جورا وبهتانا باسم إسرائيل نسبة إلى نبي الله إسرائيل ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. هذه هي فلسطين من حيث مكونها الجغرافي، فهي بلد
طيب وعريق ووسط الحضارات، يعني كل منافذها وإن كانت صغيرة هي عبارة عن تواصل بين الحضارات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.